صباح الخير جميعا، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. صباح الخير دكتور. هلا، ان شاء الله مرتاحين. بالنسبه للعرض والطلب ماشي الحال؟ حدا عنده سؤال جواب؟ حدا عنده تعليق؟ لا دكتور. اوكي ماشي الحال، مفهوم العرض والطلب والفرق بين الكميه المطلوبه والمعروضه ان شاء الله تكون واضحه. السؤال الثاني، هل صار في عنا واضحة العلاقة بين سعر الفائدة وسعر السند، أو العائد وسعر السند؟ مش هيك؟ إنه لما يطلع سعر السند العائد على الاستحقاق بينزل، ولما ينزل سعر السند العائد على الاستحقاق بيطلع. مظبوط؟ دكتور تعيدها شوي لأنه ما سمعناش شيء. دكتور صوتك أبدا من واضح. أنتوا سماعاتكم ما بيسوح. خليني دكتور شو كلنا ما عم نسمع. كلكم سمعتها ما بتسوى. خلي لكم شغله، خليني شو اسمه نعمل شير سكرين. وين هاي؟ اوكي نعمل شير سكرين، نعمل هون. اوكي طيب سكرين رح اكتب هون. فاذا نحن صرنا نعرف انه لما سعر السند البرايس عم يطلع، او خلينا نقول هون سعر السند، او ان علاقه عكسيه بين سعر السند والعائد، مش هيك؟ ايه. فاذا ارتفاع سعر السند يعني انخفاض العائد اي، اوكي، وانخفاض سعر السند يعني هو رح نسميه نحن بي، معناته ارتفاع العائد اي. هذا متفقين عليه؟ اوكي طيب، اي سؤال؟ سؤال؟ اوكي دكتور، سعر السند هو غير البار صح؟ ايه غير البار، سعر السند قديش بنبيع السند بالسوق، صحيح. طيب انا بسألكم سؤال هلا، وبدي اسئله هلا، اسئله اللي عنده جواب ارفع يدك، اللي عنده جواب يرفع ايده. بدي ناقش انا وياكم، معي فلوس اشتري ارض واشتري عقار او أشتري ذهباً. بدي لكم شغلة قبل ما بلش. نحن هون اللي رح بلش أعمله أنا، لأنه بتعرفوا أنتم بدي أخذ علامات حضور، بقى مش بس علامات الحضور رح أخذ على الأسئلة اللي بسألكم إياها، بدي أخذ علامات حضور حتى على النقاش، هذا بيساعدكم إنه تاخذوا علامات أكثر. أوكي، في عندي ميساء عواضة عم بتقول شو بدها ميساء عواضة، هات لنا نشوف. فإذا السؤال هو أنا معي فلوس بروح بشتري فيهم عقار والله بشتري فيهم ذهب. هلأ خليني أقول لكم شغلة، السؤال طبعاً ما رح ناخذ، مش عم نروح نشتري هلأ نحن عقار ولا رح نروح نشتري ذهب، بس ولكن بدي أنا نتعرف هلا إنه بهيك حالة نحن كيف بنفكر. أوكي فإذا رح نبلش مع ميساء عواضة، هات لنشوف يا ميساء شو في عندك. أكيد بشتري ذهب دكتور. ليه أكيد بشتري ذهب يا ميساء؟ لأنه الذهب عطول هلا خاصة بالأزمة الاقتصادية اللي عايشين، الذهب بيرتفع سعره، يعني الذهب بيضلوا أضمن من العقار أو من المصاري. فإذا
الذهب شو قلتي لي هي الكلمه الاساسيه شو اسمها قلتي لي كلمه الذهب شو اضمن اضمن اوكي أضمن. يعني كانه عم بتقول ميساء ميساء عدي لي شو قصدك بانه الذهب اضمن يعني هو الذهب بضل سعره يرتفع يعني الذهب اذا انت رحت اشتريت مصرياتك يعني هن حتى يعني هن الذهب اهم حتى من المصاري بحد ذاته يعني الذهب قيمته بضلها ترتفع اوكي يعني انت ما انت ما بتخسر اذا اشتريت ذهب اوكي اما العقارات قيمتهم ميساء عم بتقول انه الذهب بفضل اني اشتري ذهب اكثر لانه الذهب ما في مخاطره ذهب اضمن مثلا في عندي احد العوامل يلي عم بيخلي انه ميساء انها تشتري ذهب هو انه قلت المخاطره اوكي هول هالاسئله انا اللي عم بسالكم اياهم هون بدي احطهم بعد شوي كلهم مع بعضهم يعني لانه الذهب قليل الخطر او قليل المخاطر سوف اشتري ارضا اقل او سوف اشتري عقارا اقل واضح شو العلاقه لان انا معي فلوس بدل ما اروح اشتري عقار فضل اشتري ذهب ليه لانه الذهب مخاطره اقل واضح هذه النقطه ايه واضح طيب مين عنده جواب تاني معي فلوس بروح بشتري عقار او اشتري ذهب لاحظوا انا ما عم بقول انه شو اسمه انه مين شو اسمها الصبيه اللي جاوبتني ميساء ما عم بقول انه صح او خطا بس انا عم باخذ شويه منطق من الجواب تاعولها جعفر حج علي تفضل يا جعفر بشتري عقار ليه عقار اول شيء العقار فيني استثمره وكمان بنفس الوقت الذهب مش دايما قيمته ثابته بتتغير قيمته يمكن ينخفض سعر الذهب يمكن يطلع والعقار بستثمر وبعمل منه يعني بستفيد منه اكثر طيب جيد فإذن عم بيقول جعفر فإذن اول نقطه بدنا ناخذها هي قصه المخاطر اللي عم بيقول. اوكي ثاني نقطه اللي عم بيقولها جعفر عم بيقول انه حكي جعفر عن نقطتين أول نقطة هي نقطة المخاطر إنه الذهب يطلع سعره بينزل سعره بالتالي في عليه خطر الذهب ماشي الحال عم بيقول جعفر أنا بفضل روح اشتري عقار ليه؟ بما إنه الذهب يطلع سعره بينزل سعره في خطر أوكي فأسن بروح على العقار هذا أول سبب السبب الثاني عم بيقول عنه جعفر هو إنه العقار بيربحني الذهب ما بيربح معناتها نسبيا نسبيا اوكي العائد او ربح الذهب اعلى نسبيا ربح العقار اعلى بالتالي راح اروح انا اشتري عقار طيب شكرا يا جعفر عندي مين اوكي مين في عندي هلا هون مروه نصر الله تفضل يا مروه اي دكتور بالنسبة للذهب أو للعقارات حسب بدنا نشوف نحن بدنا نستفيد على المدى القريب ولا على المدى البعيد لأنه الذهب مع الوقت مثلاً إذا كان فيه ستراس أو هيك بيخسر قيمته مثلاً مش هيبقى قيمته ثابتة والعقارات مع الوقت عم تغلى يعني مثلاً سعر قطعة الأرض من 50 سنة مش مثل هلأ أوكي. إنه مثلاً هلأ كعقارات مثلاً هلأ لا نسبة الأرض مثلاً اللي كان مشتري أرض لنقول 50,000 مثلاً هلأ إنه مثلاً بتصير ب100,000 مثلاً خلينا نقول التوقعات أوكي توقعات تغير الأسعار توقعات تغير الأسعار أو يلي هي توقعات العائد بالنهاية إذا سعر الأرض طلع بالمستقبل معناتها أنا عم بربح أكثر بالمستقبل جيد حدا عنده جواب تاني بعد عندي مصاري بدي اشتري فيهم عقار وبدي او بالذهب شو بشتري فيهم ريهام نعيم
أكيد إذا بدي أشتري ذهب بيكون أحسن لإلي، لأنه الذهب أي متى ما أنا بدي فيه بيعه. أما العقار يمكن لاقي صعوبة بإني لاقي حدا يشتريه مني، وكمان الذهب أكيد سهل إني أحمله وأتنقل فيه غير عن العقار. أوكي، كثير حلو النقطة تعطيك يا ريهام. ريهام عم بتقول إنه الذهب أسهل بيعه، يعني في حوله لنقود أكثر بسهولة أكثر، يعني نسبياً. هلا انا بالنهايه في بيع الذهب وفي بيع العقار، بس نسبيا اي اهون بيعه؟ الذهب نسبيا. للذهب سيوله اعلى. اوكي صار بالتالي اشتري ذهبا، اشتري ذهبا. صار ابوط. سلام دكتور، انا برايي انه بشتري ذهب، لان الذهب بيتحدد سعره عالميا، يعني ما بيت اذا صار في غلبطه ام شيء مثل الوضع بلبنان ما بتنخفض قيمته ام شيء، بس الارض مثلا اذا صار في عدم استقرار بالبلد بتنخفض قيمتها. يعني مثل هلا، يعني لو الارض بتسوى 100,000 دولار ما حدا حيشتري ارض بقيمه 100,000 دولار، لان الدولار هلا اغلى. وثاني شيء انه انا اذا بدي استثمر الذهب حيكون يعني ما حتكلف عليه كتير، يعني في دغري حطه بالبنك واستثمره، يعني صير اخذ عليه مصاري وفوائد. بس اذا بدي استثمر العقار ام شيء يمكن بدي صير ادفع تكاليف اكثر لزبطها لحتى يقدر حدا ام يقبل حدا يستثمره ام شيء. اوكي شكرا سارة. هلا في شغله قلتيها صحيحه وفي شغله بدنا نصلح لك اياها. اول شغله كنت عم بتقولي قصه المخاطر يلي هي حكينا عنها اول شيء، انه العقار يمكن يكون في له مخاطر لانه نحن بلبنان، بالتالي انا بفضل روح اشتري ذهب. اوكي في حدا قال انه الذهب كمان بالاسعار العالميه انه عم يطلع وعم ينزل، اوكي بالتالي انا بفضل اشتري عقار. اوكي لاحظوا شغله، انه انا لما عم بحكي عن سوق العقارات عم شوف المخاطر بسوق الذهب، ماشي الحال؟ وحتى اللي عم يحكوا عن الذهب بدي اشتري ذهب بيطلعوا على المخاطر كمان تاعت سوق العقارات، انه اذا انا بدي اشتري ذهب ما بحكي بس عن مخاطر الذهب، بحكي عن مخاطر العقارات. اذا بدي اشتري عقارات ما بحكي بس عن مخاطر العقارات، بحكي عن مخاطر العقارات ومخاطر الذهب، كله بياخذوا بعين الاعتبار. بس ولكن يا ريهام سارة اللي قلتي في شغلة مش صحيحة قلتيها وين انتبهيها، انه انا اذا معي ذهب، الذهب ما في يحطه بالبنك واخذ عليه، ما في استثمره. الذهب بشتري وبحطه بخبيه، بخبيه بالبنك، بخبيه عندي، بخبيه عند ستي، بخبيه تحت جرن الكبة، اوكي بس ولكن ما باخذ، ما بقبض عليه شيء، ما بيعطيني اي شيء. طيب حدا عنده شيء قبل ما مبدئيا انا اخذت المعلومات اللي بدي اياها، بس بدنا نكفي هلا التحليل تبعنا. حدا عنده شيء تعليق قبل ما نبلش؟ طيب اوكي مين في عندي؟ عندي مروه نصر الله بتقولي شيء؟ لا دكتور. طيب ليش رفع ايدك؟ ميساء عواضه بتقولي شيء؟ ايه دكتور، الذهب من سعره بالدولار. ايه شو يعني؟ يعني مثلا هلا نحن اذا بدنا نيجي نبيع، مثلا نشتري ذهب نشتري او نبيع ذهب بنبيعه بالدولار، وبس ما نشتري ذهب كمان نشتري بالدولار. اوكي اما العقار يعني ما نبيعه بالدولار. نرجع صحيح نحكي عن المخاطر، هي ذات المخاطر. جيد شكرا يا ميساء، يعطيك الف عافيه. طيب هلا لح أنا فوت على الدرس ونحن ناقشنا الموضوع، هلا لح نروح نحطه بالإطار النظري تاعنا. فإذا طبعا نحن هون عم نحكي عن تقلبات سعر الفائدة وليش أسعار الفائدة بتطلع وبتنزل. أنا لما كنت عم بسألكم قبل شوي عن الذهب وعن العقار، هول الذهب والعقار هن بسميهم أصول، يعني أنا أمتلك الأصول. كنا عم نحكي شو الأسباب اللي بتخلي
العالم تشتري أصول أكثر أو تشتري أصول أقل. فأسمع رح نروحنا هذا المقدمة عديم شخص فيها. هلأ أنا بالأول فإذا حكينا عن الطلب على الأصول وما هي محددات الطلب على الأصول، مثل حين شو عميدهم هني زيادتهم اللي قلتوها. واحد، هذه ما حدا قالها لأنه ما كنت بطبيعة السؤال. طبعاً أنا كل ما كنت غني أكثر كل ما بشتري أصول أكثر، يعني إذا كنت غني بشتري ذهب أكثر، إذا كنت غني بشتري عقار أكثر، هذه شغلة طبيعية. الثروة أو الدخل وهي ما يملكه الفرد من موارد. نقطة تانية لأعرف حالي قديش بشتري أصول، قديش بشتري اللي تخليني أحدد بشتري عقارات أكثر أو بشتري ذهب أكثر، هي العائد النسبي. هون لما جعفر كان عم بيقول كان عامل طيب ما أنا الذهب ما بيعطيني شيء، أنا بفضل أشتري عقار. أوكي، فإذا نسبيا العقار بيربحني أكثر. طب أنا بسألكم سؤال صغير، وحدا اللي بيجاوب اللي بيعرف بيجاوبني. إذا أنا متوقع إنه إذا متوقع إنه في عندي عقار شقفة أرض وفي عندي شقة، بس متوقع إنه شقفة الأرض يرتفع سعرها بشكل كتير عالي، بروح بشتري الشقة ولا بشتري العقار؟ العقار. بشتري شقفة الأرض لأنه متوقع أن شقفة الأرض يزيد سعرها، بالتالي شو بيصير بالطلب على الشقة؟ بيرتفع، بينخفض. خليني أقلكم يا أهو لنعمل رسم صغير. أنا هون في عندي هون الطلب على الشقة أو الشقق. دي زيرو اس زيرو. أوكي، هذا سعر الشقة ببيروت هالقد وهذه الكمية المطلوبة ببيروت هالقد، ولكن الأفراد يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات في الجنوب، أسعار الأراضي، خلينا نقول أسعار الأراضي في الجنوب. فأسان هون عم بحكي عن الطلب على الشقق في بيروت. أوكي، بينما هون الأفراد يتوقعون ارتفاع سعر الأراضي في الجنوب. شو بدي أثر هذا على هذا؟ مين عنده جواب؟ دكتور ممكن تعيد شوية السؤال؟ أيضاً عم بقول هذا سوق الشقق في بيروت، هون سوق الشقق في بيروت، والعالم تتوقع ارتفاع أسعار الأراضي في الجنوب. شو التأثير على سوق الشقق في بيروت؟ هلأ ممكن يعني جواب يرفع إيده. هاجر. ايه دكتور، بيصير الطلب على الشقق ببيروت يعلى، بيصير يشتروا شقق أكثر. لأنه متوقعين ارتفاع لأسعار الأراضي في الجنوب فبيشتروا الشقق ببيروت. ايه بيشتروا الشقق ببيروت. طيب شكراً يا هاجر. خلينا نشوف حدا تاني شو عنده جواب. مين عنده جواب تاني؟ خلينا نشوف هون. أرجينا شو؟ أوبس. أوكي. في عندي هون حسين جابر. إيه دكتور. أوبس. إيه اللي. بالجنوب بدو ينتقل منحنى الطلب على اليسار. خليك معي. بدي عم بحكي عن الشقق ببيروت. بينتقل منحنى الطلب على اليمين. إذا حسب الجراف. بيزيد الطلب. بيزيد الطلب.
يعني بينتقل منحنى الطلب على اليمين. ليه؟ لأنه زاد الطلب. ليه بده يزيد الطلب؟ لا ليه بده يزيد الطلب؟ لأنه بالجنوب ارتفعت الأسعار، فالعالم بتروح بتشتري ببيروت بتشتريش بالجنوب، لأنه المنحنى الطلب بالجنوب بده ينتقل على اليسار، لأنه خف الطلب على الأراضي. شكرا يا حسين. أنا رح أرجع عيد السؤال. فإذا هذا عندي هون السوق الشقق في بيروت، والأفراد يتوقعون ارتفاع الأسعار في الجنوب. أي صفة؟ إيه دكتور، بالسر يقل الطلب على الشقق ببيروت لأنه هني عم يتوقعوا أنه ترتفع أسعار الأراضي، فبصيروا يروحوا بدهم يشتروا الأراضي قبل ما يرتفع سعرها، لأنه إذا ارتفع ممكن يبيعوها مثلا ويربحوا أكثر. اللي عم تحكي آية مظبوط 100%، أنه العالم تتوقع ارتفاع الأراضي بالجنوب، بروح أنا بشتري شقة ببيروت؟ لا، بروح بشتري بالجنوب لأنه الأراضي بدها تطلع سعرها هونيك بربح. فإذا هون اللي بده يصير أنه بده ينخفض الطلب على الشقق ببيروت، لأنه العالم رح تروح تشتري شقق أكثر بالجنوب. أوكي؟ طيب، هذا اللي كنا عم نحكي قبل شوي هون يلي هو العائد النسبي المتوقع. فإذا اللي عم بيصير عندي هون إنه ليه أنا بطلت أشتري شقة؟ لأنه نسبياً صارت الأرض أحسن، صارت مردودة أحسن الأرض. واضحة هذه النقطة؟ المردود بالجنوب صار أحسن، أو إذا بدكم نسبياً العائد على أو الربح من الشقة انخفض، بالتالي أنا ما عادش أشتري شقة مثل الأول. برجع بعيد، إذا برجع للرسمي هون، ينخفض الطلب على الشقق. لماذا؟ لأن الأرض أصبحت أو ذات مردود أعلى. أوكي، أو في فسر بطريقة تانية، أو انخفض المردود النسبي للشقق. هو أنا في أجر شقة بعدني بربح منها للشقة، وبعدني بربح منها ذات الشيء، بس نسبياً نزل المردود. ليه؟ لأنه بالنسبة للربح اللي بربح من الشقة أنا صرت عم بربح أقل. يعني إذا عندي $1,000,000 بحطهم بالشقة تعطيني بعد سنة 100,000، بس إذا $1,000,000 بحطهم بالأرض بعد سنة رح يعطيني 1,200,000. بالتالي نسبياً صار عندي مردود الشقة أقل، على هيك ينخفض الطلب على الشقق. في سؤال ولا واضح؟ واضح. جيد، حدا عنده سؤال من الباقيين؟ لا دكتور. جيد واضح. اوكي، النقطة الرابعة اللي عم التالتة اللي بتأثر على الطلب على الأصول هي المخاطر النسبية للأصول. هذا انتو حكيتوا عنه. إذا أنا متوقع أسعار الذهب أو مثل ما قالت يمكن ميساء إنه العالم بلبنان إنه أسعار شقة بلبنان كثير فيها مخاطرة، أنا بفضل أشتري ذهب. أوكي؟ في ناس قالوا لا، أسعار الذهب كثير تطلع وتنزل بالسوق العالمي، أنا بفضل أشتري شقة. فإذا المخاطر النسبية بتأثر. شو قصدي بالمخاطر النسبية؟ نرجع للشيء لهون. في عندي طيب، هذا هون سوق العقار هون من المتوقع
السوق الشقق في لبنان، في لبنان سوق الشقق في لبنان. اوكي طلعوا لي شوي هون. من المتوقع تأرجح اسعار الذهب. شو بده يصير في عندي هون؟ demand و supply. شو رأيكم؟ شو رأيكم هون؟ فاطمة. العالم ما بده يقل الطلب على السوق عشان بدهم يتوجهوا العالم ليشتروا ذهب. بيقل الطلب على السوق الشقق، العالم بدها تروح على الشقق. ما بتعرف شو متوقع تأرجح اسعار الذهب، يعني بدها تطلع وتنزل هيك، يعني ما بتعرف قديش بيطلع وقديش بينزل. بيروح بيشتري شقق ولا بيشتري ذهب؟ ما انا قلت بنروح نشتري ذهب، عشان هيك بيقل الطلب على انه نشتري شقق. طيب اوكي خليني اشوف حدا تاني. يا مين لك؟ هاجر، شو رايك يا هاجر؟ لانه عم يتارجح سعر الذهب فبشتري شقه اضمن، لانه ممكن سعر الذهب بعدين يقل. بالضبط، لانه في مخاطر كثيره بالذهب. اوكي هون في عندي كثير مخاطر بالذهب، على هيك انا بفضل ما اشتري ذهب، بروح بشتري شقق. اوكي فاذا هون يرتفع الطلب على الشقق دي 1. طيب خلينا نقول العكس من المتوقع. نعملها بالاحمر، كنترول زد. من المتوقع استقرار اسعار الذهب. شو بيصير عندي هون جعفر؟ قل لي يا جعفر. بيزيد الطلب على الذهب. وشو بيصير بالطلب على الشقق؟ بينخفض. فإذن هون ينخفض الطلب على الشقة. واضح؟ فإذن أنا اللي عم أقوله هون، لما أحكي عن سوق الشقة بلبنان ما ضروري بس أتوقع أسعار الشقة شو بده يصير فيها، ممكن أشياء تانية تصير بدها تأثر علي. يعني لما أحكي عن سوق الشقة بلبنان، أسعار السندات، توقعات أسعار السندات بتأثر علي، أسعار الذهب بدها تأثر علي، أسعار الشقق في طرابلس بدها تأثر علي كمان، كله هذا بده يأثر علي لما أحكي عن أسعار شقة بيروت. طبعا آخر نقطة هون يلي بذات الموضوع، فإذا نحكينا عن العائد النسبي، حكينا عن المخاطر النسبية، وهلأ عم بدنا نحكي عن السيولة النسبية للأصول. ما بعرف مين قال عنكم لما شو اسمه كمان كانت عم تقول الصبية إنه نسبياً أنا أسهل لإلي كثير أني أروح بيع الذهب، على هيك فضل أني أشتري ذهب. أوكي يعني بين ما أشتري شقة سكنية وبدي بيعها أو أشتري ذهب وبدي بيعه، لا فضل روح أشتري ذهب لأنه كثير أسهل بيع الذهب. فإذن هذه العوامل كلياتها مثل ما شايفين، عندي الثروة، عندي العائد النسبي، عندي المخاطر، وعندي السيولة، كلها تأثر على الطلب على الأصول. الأصول يعني ممتلكات، من جملة هول الممتلكات، من جملة هول الأصول هن السندات كمان. أوكي نحن هلأ يا شباب بدنا نشوف بهذا الفصل اللي عم نعمله كيف بتحدد سعر الفائدة وكيف بتغير سعر الفائدة. رح نشوف نحن شغلتين، رح نشوف الطلب على السندات وعرض السندات. نحن حكينا عن العرض والطلب جمعة الماضية، هلا بدي احكي عن العرض الطلب السندات والطلب على السندات، وبدنا نشوف كيف سعر الفائده بيتحدد. اوكي وبعدين بنشوف كيف بيتغير سعر
العرض والطلب. أوكي. رح نحكي كمان عن الطلب على النقود وعرض النقود. نحن حكينا عن النقود مش هيك؟ هلا بدنا نحكي عن الطلب على النقود وعرض النقود ونشوف العوامل تاعته. أوكي طيب نبلش. خلصنا من هذا. نظرية اختيار المحفظة portfolio. أوكي. Theory of portfolio choice. Theory du choix. ما بعرف شان portfolio. Du portefeuille. Theory du choix du portefeuille. شو بتقول لي هالنظرية؟ مع فرضية بقاء الأمور الأخرى على حالها، أوكي، يرتفع الطلب على الأصول مع ازدياد الثروة، شايف؟ يرتفع الطلب على الأصول مع ازدياد العائد النسبي، يرتفع الطلب، ينخفض الطلب على الأصول مع ازدياد المخاطر، و يرتفع الطلب على الأصول مع زيادة سيولتها النسبية. مظبوط؟ حكينا هون له. فإذا كل ما ازدادت الثروة العالم بصير تشتري أصول أكثر. يعني أنا لما يكون مع مصاري أكثر بشتري عقارات أكثر وبشتري سندات أكثر كمان. أوكي؟ لأن السندات هن بالنهاية أصول. لما العائد النسبي للأصول يزيد، يعني بدل ما يكون السند يعطيني $50 بالسنة بيصير يعطيني $200 بالسنة، أوكي، يرتفع الطلب على الأصول. لما تزداد المخاطر العالم ينخفض الطلب على الأصول، وعندي كمان هون يرتفع الطلب على الأصول عند زيادة سيولتها النسبية. هول اللي حكيناه هون. بدي هون يمكن في غلط عندكم بس بدي تنتبهوا له بالكتاب ما بعرف. فإذا عند ارتفاع الثروة يرتفع الطلب على الأصول. لاحظوا هنا المتغير وهنا الطلب على الأصول. عند ارتفاع الثروة يرتفع الطلب على الأصول. عند ارتفاع العائد النسبي للأصل للأصول يرتفع الطلب على الأصول. عند ارتفاع المخاطر النسبية ينخفض الطلب على الأصول انخفاض. عند ارتفاع السيولة النسبية يرتفع الطلب على الأصول. يعني لما يصير أنا قادر بيع واشتري بسهولة لهذا بيصير فيه شو اسمه بيزيد الطلب عليه. في سؤال لحديث هون يا شباب وصبايا؟ ماشي الحال؟ ماشي الحال. أوكي. هلا هون شوي بدنا نحكي عن قصة العلاقة العكسية بين سعر السند وسعر الفائدة. رح أفرض أني إنه عم نحكي عن سندات حسن. أوكي. القيمة الإسمية بتساوي 1000 بتاعت السند الواحد. قيمة السند الواحد بتساوي 1000. وبالتالي كلما انخفض بعرف أني كلما انخفض سعر السند كلما ازدادت الكمية المطلوبة من السندات. أي ثمة علاقة عكسية بين سعر السند وكمية المطلوبة من السندات. أوكي. خليني بس هون لأعملكم الرسمي وفرجيكم عليها. في عندي سند حسن. البار تاعته بتساوي 1000. قديش بيعطيني يعني بعد سنة استحقاق بعد سنة الاستحقاق بعد سنة. يعني إذا بشتري لي هذا السند هلا بعد سنة بيعطيني 1000. ممكن يكون سعر 500، ممكن يكون السعر 600، ممكن يكون السعر 700، ممكن يكون 800، ممكن يكون 900، ممكن يكون 1000. حقه $1000 ممكن. أنا معي مصاري بدي أشتري سندات. حدا يجاوبني بس يرفع إيده. إذا كان السعر 1000 كم سند بروح بشتري؟ شو رأيكم؟
جعفر سعر السند ألف ايه بشتري شوي يمكن ايه بشتري شوي ليش يا جعفر لأنه غالي اوكي إذا سعر السند 500 بشتري أكثر ليه يا اشرح لي يا جعفر هيك اشرح له لإلي وللباقيين اوكي شو رح يربح أصلا يعني الموضوع لأنه إذا بدي بيعه للسند معاش بحقق لي ربح أكتر يعني إذا كان إذا اشتريته على الغالي أوكي وإذا ما بعته فرضا ما بدي بيعه شو بيصير طيب حدا من عند بيقدر يساعدنا بالموضوع في عندي سند حسن هذا سند الحسن ما شو سند الحسن سند الحسن بيكون محطوط عليه بار فاليو واستحقاق بعد سنة اوكي هذا معناته اذا انا عندي سند حسن البار تاعته 1000 انا بعد سنة باخده لهذا السند لعند الشركة اللي صدرته يعني بسنة 2020-21 نحن اليوم 5 ديسمبر 2021 باخده أنا للشركة اللي صدرته بعطيهم السند وبيعطوني 1000 دولار أنا عمول هون إذا كان سعر 500-600-700-800-900-1000 بس هيك لنأخذ نحن أرقام تقريبياً يعني قديش بيشتري كم سند بيشتري في الحالات هذه